اشطر منه. يلا تعالي تعالي هنا تعالي. طبعا اللي يشجع جمهور الكريم اللي يشجع فريق هو يكتب على وسم البرنامج، واللي يشجع هي يكتب لنا ايضا في وسم البرنامج. رغم ان يعني اتمنى ما حد يشجع فريق هي، لانه فريق هو اقوى يعني. اخلط. طيب مين اللي حيبدأ فيكم؟ انا. ها انت حتبدا ولا انت؟ لا هو. هو خلاص اجلس. طيب استريح. طيب اللعبة كالتالي. اشوي. حلو؟ حلو. حاعطيك 10 كور. اشوي بس. تمام؟ 10 كور. لازم رزان اختك حتدفك في المرجيحة هذه. بس ما تقدر فيني. لا ما تقدر فيك، لا هذه لعبة خلاص بدينا. تمام؟ حتدفك في المرجيحة، أنت تحاول وأنت تتمرجح ترمي الكور في السلة. ارمي الكورة داخل. نشوف كم كورة من 10 تجيب يا يزن. جاهز؟ جاهز. يلا دفيت. يلا بسم الله. نبدأ اللعبة الأولى بسم الله وعلى بركة الله. يلا دفي 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 كذا. شي لا ترمي، ها لا ترمي إلا لما أقول لك. يلا أجلس على المرجيحة تمام عشان لا تطيح. أيوه يلا لسه لا ترمي. يلا جاهزين ولا متجاهزين؟ ها نبدأ. إيه؟ يلا 1 2 3 بسم الله ابدأ ارمي. الله الأولى جاهزة ما شاء الله. يلا دفي دفي دفي. ضاعت الثانية. دفي كمان دفي قوي دفي قوي. يلا ها لا كذا اقدر. يلا دفي. ايوه يلا بسم الله. ها جاء الله جاب كورتين من اصل 4. يلا لا تضيع جاب كورتين من اصل 5. لا الله جد يا سلام حظك ما شاء الله. ثلاث كور من اصل لا. يلا ها لا لا ها 4 كور من اصل 7. يا سلام ها ركز. الله لا تطيح انتبه. يلا لا 8 دف قوة مرة ما اقدر. يلا دفي دفي دفي. يلا الله 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 الله, الله. يلا اخر واحدة يجيبها ولا ما يجيبها. يا سلام الله يا سلام يا سلام. طيب حلو حنعد بعدين. ما نشوف دحين ما نشوف خلوها هنا. يلا الان رزان. يلا بسم الله وعلى بركه الله. يلا يلا طيب حلوه. ارمي يلا جمع لها. يلا اجلس انت على المرجيحه هذه. لا ما اتوقع هذا الصد. لا يلا ما يقطع. خش يلا سريع ضبطي جوا. ما شاء الله تبارك الله. دقيقة أنت قول لي ما شاء الله تبارك الله كيف ركبت هذا العدد ما شاء الله من الكور؟ هذا شيء اسمه متعود. متعود على المرجيحة يعني؟ إيه. طيب أنا لو ركبت هذه المرجيحة يعني تتوقع يعني إنه أركب هذا؟ ممكن تنتظر بس. بس؟ إيه. طيب يلا سمعونا فرحة الأولاد نشوف فرحة الأولاد سمعونا. يلا. شوي باقي عقلة فينا ما حد غذاه. يلا يا رزان بسرعة. يلا اللي قالوا عني دايم فايز انا اللي خصمي والله دايم حايز. انا اللي قالوا عني انتبه مع الهد. انا اللي خصمي والله دايم حايز. انا الشنب قولوا فعل وانا السند قولوا فعل. انا الشنب قولوا فعل. شنب يبوي. يا سلام يا شنب. يلا تعال الان. يلا تعال يا يلا اجلسي على المرجيحه. يلا رزان يلا بسم الله وعلى بركة الله. هو يقول انه شنب يا ابوي انت اللي فطرت تقولوا لي احنا شباصات يا اخوي. ايه انا شباصات ما نتركب حالها. يلا طيب بسم الله وعلى بركة الله. يلا دفها الان بسم الله ابدا. يلا خذ راحتك بسم الله وعلى بركة الله. يلا 10 كور. ما دفيت. خلي الاولى معاك لا ترميها لما اقول لك. يلا دف بسم الله. يلا بسم الله لا ترمي لما اقول لك لما تبدا. لا ترمي اقول لك. خلاص ضيعتيها. لا خلي خلاص هات. لا انت لا توقفها. هات يلا انت دفدف بس. يلا بسم الله اجلس تمام عشان لا تطيحي. يلا 1 خليها معاكي لما اقول لك ارمي. يلا بسم الله وعلى بركه الله. ها دفها كمان اخر دفه. يا سلام الاولى بسم الله ارمي. يلا الله جابت الاولى الثانيه جابتها. الله 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 الثالثه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام دفها بقوه. راحت الثالثه من اصل 4 بشويش. ها يلا يلا ما شاء الله تبارك الله. الله 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 ضاعت راحت عليكي. يلا ركزي. ها الله بشويش. يلا كم باقي؟ كم؟ 1 2 3 4 ها 8 يلا هذه 9 ركزي. الله الأخيرة ركزي انتبهي تطيحي انتبهي. ها الله
يا سلام حادث خطير حادث خطير يلا خلينا نشوف نشوف تتوقعوا البنات ولا الاولاد هي ولا هو هي ولا هو اكتبوا لنا في وسط البرنامج جمهور الكريم هي ولا هو هي هو هي دقيقة ايش فيك يا زلمة خير ايش فيك؟ عديتهم طيب نقول الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لفريق هو خمسة رجال هي خمسة كم؟ خمسة هي كم؟ خمسة ايش ده تراكي ايش ده تراكي خمسة جا اللي حيسمع طيب لو كنت او الفايز حنشغله فرحته يلا الهي واحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة فريق هي يفوز في لعبة البداية تعال يلا سمعونا فرحتها يلا هذه الكاميرا عندك بنوتات بنوتات أنا تفوز يا شنبات بنوتات بنوتات أنت تفوز يا شنبات فين الظرفة فين الظرفة والفوز دايم دايم ما به وساطة بنوتات بنوتات فزنا فزنا عالشنبات يا سلام إذا نبدأ وتعالي هنا عند رقم واحد ونشوف العداد كم بيعطيكي الله على الذكريات والله استعدنا البرنامج هذا الجميل نشوف العداد يلا اعطونا عداد ونقول بسم الله وعلى بركة الله هاتوا العداد على العداد يلا نشوف العداد كم بيعطي فريق هي بدأ العداد ونقول العداد يعطيكي كم؟